مساحتنا الصباحية الأولى سالي حتكون بعالم الصحافة ودور السلطة الرابعة والإعلام بالقضايا التوعوية وكشف الشائعات ومحاربتها وتنمية الوعي. شو المطلوب اليوم من الصحافة والإعلام كأدوات تنوير تسهم بتشكيل الرأي العام وعم تعكس أحوال المجتمع والناس؟ أسئلة أكيد رح يجاوبنا عنها الإعلامي غسان فطومي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولمتابعي الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك زميلنا والأستاذ الإعلامي غسان فطوم. بداية خلينا هيك مع هذا الموضوع يلي عن جد هو لازم يكون ترند، بما أنه نحن هلأ بعالم مليء بالشائعات، نعرف مشاهدينا ما هي الشائعة؟ طبعا بداية بتشكركم على طرح هذا الموضوع الهام والخطير بذات الوقت. بتعرفوا يعني احنا بسوريا منذ 10 سنوات تقريبا نعاني من خطر الشائعات، ومن صح. انا بسميه وباء الشائعات. يعني صحيح. نسمع يوميا اخبار يعني لا صحة لها. فطبعا دائما هدفنا هو خلخلة، يعني زرع يعني نوع من الخلخلة بالمجتمع السوري ومحاولة يعني زعزعة الثقة بنفسه وبحكومته وبقيادته. لكن الحمد لله كان رهاننا نحن على الشعب السوري الذي استطاع أن يدحض كل هذه الشائعات. طبعا هلا الشائعة بالتعريف هي مجموعة من الأخبار الملفقة، من الأخبار المفبركة التي لا تعتمد على مصدر محدد. لذلك بتشوفي يوميا أو أسبوعيا دائما في عندك شائعة متجددة حول خبر ما، شخصية ما. طبعا هذه الشائعة قد تكون سياسية، قد تكون اقتصادية، قد تكون صحيح. اجتماعية. مروجو هذه الشائعات يحاولون بكافة الوسائل مستغلين الحالة المجتمعية وخاصة المجتمع الذي يكون فيه أزمات. يعني هاي البيئة بتكون مناسبة لإطلاق الشائعات، سواء أزمة اقتصادية أو أزمة سياسية أو حتى أزمات أخرى. فمروجو هذه الشائعات دائما يحاولون استغلال هذا النمط من الأزمات لإطلاق شائعاتهم بكل الاتجاهات لمحاولة تحقيق هدف معين يكون عندهم، كما قلت منذ البداية، هو لزعزعة الشعب، ثقة الشعب بنفسه وبدولته. أكيد. يعني بالرغم من أنه الإعلام هو السلطة الرابعة، لكن عم نلاقي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تكثر فيها الشائعات والأخبار المغلوطة أحياناً. اليوم أخطر أنواع الشائعات شو هي، وكيف بيكون الإعلام مسؤول عن تكذيبها وتصديق الأخبار الصحيحة؟ نعم، طبعا في ظل الإعلام الجديد أو الإعلام الإلكتروني المتفلت من كل القيود والذي تخطى الحدود، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بيئة خصبة للشائعات. يعني لأن هذه المواقع تعمل دون حسيب أو رقيب. صحيح. هذه النقطة حقيقة استغلها مروجو الشائعات وبدأوا يطلقون الشائعات بالطرق، بكل الطرق وبكل الاتجاهات، طالما لا يوجد معايير للضبط. نعم. طبعا الشائعات لها أنواع، هناك شائعة متفجرة التي تحدث بشكل مفاجئ، وغالبا ما تكون تتناول مثلا موت شخصية مهمة كرئيس جمهورية أو حدوث حدث جلل بمنطقة ما. أيضا هناك نوع من الشائعات اسمه الشائعة الزاحفة. هذه الشائعة تبدأ ببطء ثم تبدأ بالتطور إلى أن تصبح متفجرة، وغالبا هذه الشائعات تطال شخصيات في الدولة. نعم. شخصية تتهم بالفساد أو تتهم. صحيح. بأي قضية أخرى أيضا. لكن أخطر أنواع الشائعات هي الشائعات الكيدية. أنا أقول الشائعات الكيدية، ونحن في سوريا عانينا منها. أنا أروي لك، نعم، أنا أروي لك الشائعات حقيقية. مثل في بدايات الحرب على سوريا كان هناك الكثير من ضعفاء النفوس يحاولون تأليب الأحياء على بعضها. يذهبون إلى حي يقولون أن الحي الآخر سوف يهاجمكم، أو سوف يعني لمحاولة زرع نوع من الشقاق بين أبناء الشعب الواحد. لذلك الإعلام يجب أن يكون صاحيا هنا لمحاولة حقيقة دحض هذه الشائعات. طبعا الدول تنبهت إلى خطر الشائعات وحاولت ضبطها من خلال سن قوانين. نحن في سوريا لدينا قانون للجريمة الإلكترونية يحاسب كل شخص ينشر على صفحته الشخصية أو أي مثلا موقع إلكتروني غير مرخص، يحاول أي شخص يحاول نشر مثل هذه الشائعات الحقيقة يحاسب. لذلك في ظل عدم وجود قيود انتشرت الكثير من المواقع الإلكترونية
الغير المرخصة والصفحات الوهمية. نعم. هذه الصفحات بدأت تنفث سمومها في المجتمع من كل حد في كل اتجاه لمحاولة تحقيق الهدف كما قلنا اللي هو خلخلة كيان المجتمع ومحاولة يعني جعل هذا المجتمع ضعيف لتحقيق الهدف المرجو أو المخطط له من قبلهم. نعم. أيضا أستاذ غسان خلينا نحكي عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعة بشكل يعني بتنتشر بظرف زمني قياسي سريع جدا. يعني مثل ما بنعرف في شيء اسمه نقل أو نسخ ولصق المعلومة دون الرجوع إلى المصدر، يعني دائما الصحفي هنا يسأل ما المصدر، من مصدركم؟ يعني احنا نعم أشرت منذ قليل أن هذه المواقع أصبحت بيئة خصبة لنقل الشائعات. لماذا؟ كما قلت لك لا قانون يحاسب ولا رقيب يرى، يعني فبالتالي هي هذه نقطة مهمة ساهمت في ترويج الشائعات. يمكن بس القانون هو ما يخص الإعلام، يمكن الأشخاص العاديين لا لا لا. اليوم يعني هذه المواقع الاجتماعية أو مواقع التواصل مثل الفيسبوك بشكل خاص يعني ما في لغاية الآن قانون يضبط النشر، بس يعني الأعلام. إضافة إلى سهولة النشر، يعني اليوم أنت بكبسة زر بإمكانك تنشري أي خبر أو تروجي لأي شائعة، ولا أحد يستطيع أن يكذب هذه الشائعة، فبالتالي هذه الشائعة تنتشر مني ومنك وإلى آخرين، وهناك جمهور خاصة إذا كانت هناك صفحات ذات قراء أو لها متابعين كثر، فبالتالي الشائعة تنتشر كالنار في الهشيم يعني. لذلك اليوم دور الإعلام هون، دور الإعلام أو دور السلطات حقيقة منه دور سهل في ضبط هذه الشائعات أو حاول محاربة هذه الشائعات، يعني بدنا نتعذب كثير، بدنا نراهن على الوعي في دحض هذه الشائعات. فهون الخطورة تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على مدار الساعة في نشر هذه الشائعات. نعم. دون يعني دون أن يكون أحدا قادرا على ضبطها إلا بالقانون، وحتى القانون عجز بصراحة عن الضبط. لذلك الشائعات سوف تستمر طالما هذه القوانين هي بلا قيود في العمل. نعم، يعني اليوم مع انتشار أدوات الصحافة مثل ما قلنا بشكل كبير صار أي مواطن هو صحفي يعتبر حاله بوجود مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم شو دور الصحافة والإعلام بنشر صحافة المواطن، خاصة مثل ما قلنا أنه أي حدا عم يمتلك صار أدوات الصحافة بكتابة الأخبار بصياغتها، يمكن الصياغة تلعب دور أيضا بتأجيج الخبر أو بحدوث شائعة. فاليوم دورنا نحن كيف فينا نوعي الناس فعلا بحتى صياغة الخبر على صفحاته. نعم، هلأ صحافة المواطن هو مصطلح أو هو شكل جديد من أشكال الإعلام حقيقة ظهر بالفترة الأخيرة، وتاريخيا يعود ظهور صحافة المواطن إلى عام 2004. نعم. إذا بتتذكروا أيام حادثة التسونامي بأندونيسيا. صحيح. فكانت وكالات الأنباء وسائل الإعلام تعتمد في نقل الأخبار على الأشخاص الموجودين في موقع الحدث. فلكن مع تطور مواقع التواصل، مع تطور الإعلام وتصدر الإعلام الإلكتروني للمشهد الإعلامي، بدأت هذه الصحافة تأخذ شكلا جديدا من خلال الموبايل أو الهاتف الذكي. فأصبح بإمكان أي مواطن اليوم أن يصبح صحفيا، يعني يمشي في الشارع بإمكانه أن يلتقط صورة فوتوغراف أو صورة فيديو ويكتب تعليق صغير، ثم يرسل هذه المادة إلى الوسيلة الإعلامية أو أي جهة إعلامية، سواء كانت صفحة على فيسبوك أو حتى موقع إلكتروني. هلأ خطورة هذه الصحافة أو صحافة المواطن خطورتها من تأتي من عدم الدقة والمصداقية، يعني ليس تماما، يعني ليس كل خبر يرسله المواطن هو خبر صحيح. نعم. لذلك هون الخطورة ما فيها حيادية، قد يكون المواطن الذي أرسل هذا الخبر ينحاز إلى عواطفه، ينحاز إلى رغباته، لديه هدف يريد تحقيقه فيحاول تضمين هذه الرسالة بما يحقق هذا الهدف. لذلك من هنا تأتي خطورة صحافة المواطن. فلذلك في ظل عدم وجود الحيادية والموضوعية شفنا كثير من المواقع اليوم والصفحات كما قلت التي بدأت تنشر الشائعات. نعم. لذلك اليوم صحافة المواطن أنا برأيي هي نحن ما فينا ننكر أهميتها، يعني نحن اليوم نشكر أي مواطن بيخبرنا عن عن صحيح. عن وجود حدث. صحيح. ينبه السلطات، ينبه الجهات المعنية. نعم. إلى وجود هذا الحدث، فيمكن أن نتدارك الخطر قبل. نعم. أن ينتشر أو قبل أن ينفجر، فبالتالي هي مهمة ولكن بشرط أن تكون مضبوطة، بشرط أن تكون مهنية، يعني صياغة الخبر مهنية موضوعية فيها معلومات صحيحة، وإلا
نحن بهذا العمل نساهم في ترويج الشائعات التي تنعكس سلبا على المجتمع ويمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا عليه. نعم، وهون بيكون دور الصحافة، خلينا نقول أنتم زملائنا الإعلاميين وأعضاء نعم. في الاتحاد الصحفيين أكيد. يمكن دائما بيحطوا ضوابط معينة وشروط معينة للصحفي، يعني هلا يمكن ذكرت زينب صحافة المواطن، هي مثل ما قلت أنت وأكدت عليها أستاذ غسان، يعني مشكور أنه هي مهمة، ولكن هي لازم لكن تكون منقحة كمان تماما، يعني مضبوطة موضوعية فيها معلومات دقيقة. شو كيف بدنا نحد من هذا الموضوع برأيك؟ شوفي، إحنا أول شيء منراهن على وعي المواطن، هي بالدرجة الأولى. أي مواطن واعي بإمكانه حقيقة أن ولديه انتماء حقيقي لوطنه لمجتمعه أكيد راح يكون أمين بنقل أي رسالة، ولكن إن أراد التشويه فهي مسألة خطيرة جدا. يجب علينا نحن أن كإعلام وطني أن نكثف المعلومات الصحيحة. لنفترض هو نشر أو بعث صورة مزيفة، بعث فيديو، أرسل فيديو مزيف. نحن كإعلام وطني، كمنظومة إعلام وطني، إن كانت هناك شخصية ما مستهدفة، يجب أن على يعني مثل بيقولوا بشكل مباشر نلتقي مع هذه الشخصية. ربما تكون إشاعة وفاة مثلا شخصية مهمة، أنا كإعلام وطني ممكن ألتقي باتصال تليفوني، بصورة فيديو، يمكن أن ألتقي مع هذه الشخصية، فبالتالي تكذب. هلا هاي بالنسبة للدور التوعوي للإعلام. هلا بالنسبة للضوابط كاتحاد صحفيين، أكيد نحن في اتحاد الصحفيين لدينا الكثير من الضوابط لمن يدخل هذا الاتحاد. ضوابط تعتمد على حصوله على 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 حصوله على شهادة علمية تقل عن بكالوريا أو شهادة جامعية، أيضا أن يكون ممارسا للعمل الصحفي في وسيلة إعلامية مرخصة. يعني لا يستطيع أي صحفي أن ينتسب لاتحاد الصحفيين إلا إذا كان يعمل في وسيلة إعلامية مرخصة. أما وسيلة إعلامية غير معتمدة في سوريا لا يمكن لهذا الصحفي أن ينتسب إلى صفوف الاتحاد. يمكن أن ينتسب كصحفي مشارك، أو حتى كصحفي مشارك لا يمكن أن يقبل، لأنه بالنهاية هو سيؤدي رسالة، وهذه الرسالة حقيقة لها رجع صدى ولها يعني لها أهمية كبيرة. فإن لم تكن لديها هذا الهدف وهذا المنشود، بالتالي نحن نصبح أمام صحافة صفراء تحارب المجتمع وتهدم المجتمع، بدلا من أن تبني هذا المجتمع وتوعي الأجيال أو الشعب الموجود في هذا المجتمع. نعم، نحن بنتشكرك أستاذ غسان على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله دائما الإعلام عم بيقوم بدوره بتنمية الوعي ونشر الثقافة، ويكون المصدر الرسمي يعني المطمئن لكل الناس طبعا لأي حدث بيصير، وإن شاء الله ما بنغطي غير الأحداث المفرحة من بعدها. طبعا نحن أملنا بصراحة أن نصل إلى خطاب إعلامي سوري متطور، أن نصل إلى إعلام مواطن حقيقة يكون مبدع، يغطي كل ما يحتاجه ويريده المواطن. وشكرا لكم مرة ثانية. شكرا لك، نورت صباحنا أستاذ غسان. شكرا للمعلومات القيمة اللي أثرتنا فيها، وإن شاء الله يا رب يكونوا مشاهدينا هيك قدروا يستفيدوا. هو موضوع حقيقة هام وبحاجة إلى شرح أكثر وأكثر. أكيد حيكون لنا لقاءات مطولة مع حضرتك. إن شاء الله. نور، شكرا لك.